صباح الخير، صباح النشاط، صباح الحركة. اليوم معانا برنامج من برامج حركة اللي هو في حركة ركلة، رح نعمل فنون قتالية على الموسيقى العربية. بس حبيت طبعا أقولكم إن شاء الله العاصفة هدى تكون خفيفة علينا وعلى كل الدول العربية، وتكون يعني شوي خفيفة علينا. معنا اليوم أول خريجة حركة منال مسعود، أول مرة بتكون معنا باستوديو، إن شاء الله رح تكمل معنا. ومعنا هبة، إن شاء الله يعجبكم. وخلينا نبلش. إيدينا هون، أول شيء نمشد عضلات المعدة ونحط زي الدفاع هون، نشد عضلات المعدة على الآخر. هلأ نبلش لكمات للأمام. هلا رح نعمل خطاف، منلف الرجلين لجوا هون عشان نقدر نأدي الحركة. صاعد من فوق لتحت لنضرب من هون. هلا دفاع هون، لكمتين للأمام، نعلي الصوت كمان لقدام، نستخدم من عند الكتف كمان. هلا من فوق وتحت، ننزل لتحت شوي كمان، نحاول نرفع نبض القلب مع البرد اللي جايينا. اخر مره دفاع، ثلاث لكمات ركله ركله، نطتين بالمكان. ايوه هلا نغير. شكرا. هون كمان، كل ما ضربنا كل ما حرقنا. يلا يا منال، هلا بدنا نضرب هون جوا برا، كمان جوا برا. ناخذ نفس. هلا بدنا نعمل جري للجنب، نمسك راسه هون كمان، نضرب هاي الراس. وين الزغروطة؟ يلا كمان، كأننا عم نمسك الراس ونضرب الراس بالركبة أو كمان. آخر مرة، هلا لكمات بعدين للبطن جوا برا، للبطن. أيوه كل ما ضربنا كل ما حرقنا. يلا هلا ركبتين، ثلاث ضربات ركبتين، مقص ركبتين، ثلاث ضربات مقص كمان. ايوه مقص كمان، نعلي الصوت شوي. اخر مره مقص، دفاع امامي، لكمتين للامام كمان. كل ما ضربنا من هون من الكتف، شوفوا كيف من الكتف كمان، من الكتف. ايوه دفاع جانبي هناك. هيو يلا نركض، ضربتين على الراس. يلا يا منال. ايوه كمان، آخر تنتين، آخر مرة. هلا مقص، مقص دفاعي هون الإيدين. أيوة هلا خطاف، ركلة دائرية من هون كمان، خطاف تنين ركلة.
هيا بنا كمان. هلا بس ركلات يلا مع فيروز. ايوه نضرب من هون مقص دفاعي كمان. هلا صاعد ركله اماميه كمان صاعد ركله اماميه يلا يا هيا بنا بس ركله اماميه يلا بلال كمان. ايوه يا حبه فنون قتاليه على الموسيقى العربيه مقص يلا. هلا دفاع جانبي هون من فنون الكاراتيه بتقدروا تفتحوا اذا ما بتقدروا تعملوا هون مقص. كل ما دافعنا عن وجهنا كل ما حافظنا عليه. كيف الهمة كيف الهمة. هلا نركض في المكان نرجع لورا شوي ونلف الوجه. هلا رح نركض للأمام ونضرب ثلاث ضربات فوق تحت بالوسط فوق تحت وسط دفاعين كمان فوق تحت وسط دفاعين ويلا ممتاز. هون اللي ما بيقدر يركض من غير ركض بعمل هون نسم علينا. عم بعمل لكم الخيار الأسهل يلا. هلا منضلنا بس دفاع يلا دفاع. كل ما دافعنا كل ما حرقنا كمان الخيار الأسهل. هلا رح نركض لقدام معنا السم نرجع لورا هون يلا يا منال. احنا بنعمل من الشمال انتم من اليمين يعني كأنه احنا المراي كمان. هلا منضلنا دفاع جاهزين يلا. ممكن نعمل خيال اسهل هون بس بنفس الوقت مع قوة نغير اتجاه للامام ثلاث ضربات فوق تحت وسط دفاعين فوق تحت وسط. نعلي الصوت شوي كمان فوق تحت وسط. ايوه هلا فوق لاعلى الراس تحت للبطن وسط للانف كمان فوق تحت وسط دفاع بس كمان. كل ما دافعنا كل ما استخدمنا اكثر عضلات كمان خيال اسهل. هلا بدي اياكم تركضوا بحركه دائريه ركض يلا هون. شوفوا رجلي كيف لفوق كمان وايدي بتحركوا مع رجلي. هلا بدنا نعمل زي الركب لفوق اللي ما بيقدر بعمل خيار اسهل ماشي بمكانه. هلا بنسرع يا هبه اسرع
رجلين لورا. دلوقتي شوفوا من هون، يلا هلا نبض القلب عم بيرتفع. لكمة هلا هون، دفاع دفاع دفاع، كمان صاعد دفاع، كمان للراس دفاع، صاعد كمان دفاع، فاتح قدام فاتح كمان، خيار الأسهل إذا ما بتقدروا تنطوا كمان مرة. أقوى هالمرة، وين الدفاع؟ كمان صاعد، يلا أيوة دفاع كمان للوجه، كمان دفاع صاعد، آخر مرة دفاع، فاتح أمام، خيار الأسهل عشان تتعبتوا. هلا ركلات، انتبهوا لما تعملوا الركلة رجعوا الرجل لهون عشان تحموا الركبة. أيوة يا منال، أيوة يا هبة، رح نورجيكم نكهة صغيرة يا ريت تكونوا معنا. أيوة ركض فوق، هلا هون نبض القلب فوق، أيوة هلا هون رح نهجم على الكاميرات. جاهزين؟ هجوم على الموقع منال. جاهزين؟ رح نهجم لقدام، ثلاث لكمات. هلا لما نرجع دفاعين كمان، نرجع دفاعين، ركله ايوه. شوفوا ايدي مع الرجل بيطلعوا، كمان جاهزين للنكهة، ركض بالمكان. هلا إذا ما قدرتوا هون مشي مشي مع تحريك الإيدين، أو بتضلوا مع منال وهبة. هلا هون آخر إشي فتح، ما أضل إشي، أظن حميتوا مع الثلجة كمان. أيوة ما أضل إشي، آخر مرة. هلأ بس نعمل عملية إطالة على موسيقى بسيطة عشان نعمل إطالة العضلات. ناخد نفس ونفس تحت، موسيقى كمان شهيق وزفير تحت، ايدي هون، موسيقى جنب مع أغنية فيروز تلج تلج. ما في موسيقى؟ طيب نضطر ننهي، ناخد شهيق وزفير. حابة أشكركم يعطيكم العافية، إن شاء الله بكونوا هيك حرقت شوية دهون مع قعدة البيت. شكرا منال، شكرا هبة، شكرا لكم، يعطيكم العافية.